يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيتابعونا. نبدا مع حضراتكم يوم جديد، حلقه جديده السادسه، تحياتي طبعا لحضراتكم. خلينا نبتدي بالجديد والمفيد، كلام على استكمال الموسم، تحديدا على المباراه اللي ما اتلعبتش من بدايه الموسم، مباراه سوبر مصري اللي هتجمع بين الاهلي وطلائع الجيش. اتحاد الكره خلاص طبعا برئاسه احمد مجاهد قرروا استئناف نشاط مره تانية. اول انطلاقه الموضوع هتبقى بماتش السوبر اللي هيجمع بين الاهلي وطلائع الجيش، هيكون يوم 21 سبتمبر، الثلاث 21 سبتمبر هتكون بدايه عوده النشاط مره ثانيه. اما فيما يتعلق بقى بكاس مصر فتم الاستقرار على مواعيد استكماله، البدايه في دور ال 16 الاهلي مفترض ان هيلعب مع انبي، وسموحه هيواجه بيراميدز، الماتشين دول يتلعبوا يوم 25. الاثنين الفايزين من ماتشين 16 يتقابلوا في دور الثمانيه ان شاء الله باذن الله يوم 29 سبتمبر. بعد كده هيبقى عندنا ماتشين قبل نهائي، الماتش الاول اتحددت اطرافه، الزمالك واسوان، ده هيتلعب يوم 2 اكتوبر، والماتش الثاني بين الطرفين نتمنى ان شاء الله الاهلي يكون واحد منهم هيتلعب يوم 3 اكتوبر، الاهلي مع بتروجيت. بعد كده نوصل بقى قبل انطلاقه الموسم الجديد اللي هتكون ان شاء الله بيوم 25 اكتوبر، هنلعب قبله يوم 19 اكتوبر نهائي كاس مصر، وتبدا بقى ونبدا مع حضراتكم سيزون جديد اعتبارا من 25 اكتوبر. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، واعتقد انها فتره لا باس بها، يعني اعتقد انه ده الحل الوسط اللي ممكن الى حد ما يدي مساحه للمنتخب انه يجهز، للفرق انها تريح، يبقى في فتره اعداد نوعا ما، لكن الاهلي طبعا يمكن هيتحرم من ده نسبيا. لكن في جميع الاحوال عندنا كلام كتير على منتخب مصر، ومفيش حد النهارده بيتكلم غير على الاسم الفني للمدير الفني، اسم المدير الفني اللي هيتولى المسؤوليه. طبعا كلام كتير جدا على مرحله كابتن حسام البدري، تختلف تتفق، تشوفوا قرار اتاخر كتير جدا، تشوفوا انه الراجل كان يستحق يكمل او ياخد فرصته بما انه على مستوى النتائج لم يخفق. لكن الحقيقه في شواهد كتيره جدا بتقول ان المنتخب كان بيعاني، وانه كان في مشاكل على وشك انها تتحول لازمات، وبان ده في اكتر من لقطه واكتر من مشهد، في تحديدا في المباراه الاخيره امام الجابون. المباراه كانت الحقيقه في منتهى السوء من ناحيه المنتخب المصري، واعتقد انه الجابون ما كانتش حتى متوقعه انه المنتخب يظهر بالشكل ده. يعني بدايه المباراه تقول انه الجابون جاي عشان تطلع بنقطه قدام منتخب مصر، ففوجئت انها لا، الحقيقه ممكن تطلع بالثلاث نقاط وليه لا، وده اللي حصل الحقيقه، وشفنا وجه نتمنى بقى انه ما نشوفوش تاني. يعني اعتقد ان المصريين مش في حمل ان هم يشوفوا هذا الضعف وهذا التراجع في المستوى والاداء في مباريات تانية. كلام على طبعا المدير الفني اللي هيتولى المسؤوليه، كل المصريين رايحين لمدير فني مصري، يعني لما تسمع وتتفرج على الناس اللي بتتكلم كوره والصفحات والجماهير كلهم الحقيقه بيتكلموا، وما فيش غير اسمين يمكن مطروحين على الساحه، حسام حسن اللي اصبح بين قوسين اعتقد يعني مطلب جماهيري، اعتقد انه اغلب الجماهير في مصر النهارده شايفه انه حسام حسن رجل مرحله، وفي ناس ثانيه بتشوف انه ايهاب جلال لابد انه ياخد فرصته. وبالمناسبه اللي يرجع بالذاكره للورا يفتكر انه ايهاب جلال كان مرشح في نفس الفتره اللي كان مرشح فيها كابتن حسام البدري، ولكن تم الاستقرار وتم اختيار حسام البدري. الاسمين دول انا بقول لحضراتكم بنسبه 90% بعاد كل البعد، ما لم يجد في الامر شيء جديد، او يبقى في تعليمات من جهات عليا، يبقى في توجه من الدوله انه مدير فني مصري يتولى المسؤوليه، لكنه ده السيناريو الانسب. يعني لما تيجي تقيسها النهارده، طب مدير فني اجنبي مين؟ مين النهارده مش شغال؟ يعني مين مدير فني جيد مش متولي مسؤوليه منتخب او متولي مسؤوليه نادي، مع انه الموسم بدا تقريبا في معظم دول العالم، ومع ان كل المنتخبات رتبت ورقها وظبطت نفسها عشان تصفيات كاس العالم، فمين مدير فني ممكن مبدئيا يبقى متاح؟ الاهم والاصعب من ده، مين مدير فني ممكن يجي يتولى المسؤوليه في التوقيت ده وانت عندك اربع ماتشات في منتهى الاهميه في خلال 60 يوم؟ هيجي امتى ويذاكر امتى ويختار امتى ويتابع لعيبه امتى ويحط فكره وبصمته وتشكيله امتى؟ النقطه الثانيه بعيدا عن الاسم، الحقيقه بشوف الا بقى يعني بس استكمالا لجزئيه مدير فني اجنبي، الا لو هتجيب مدير فني اجنبي من مصر، من واحد من الاسماء اللي موجوده او بتتولى مسؤوليه انديه مصريه، ممكن يبقى فاهم، ممكن يبقى عارف، شايف، يقدر ياخد الناس ويحاول يعمل حاجه. لكن الاوقع والاكثر منطقيه انك انت تروح لمدير فني مصري. النقطه الثانيه الحقيقه هي هل يكون مدير فني لمرحله لجزء من الوقت، ولا انت جايبه عشان يكون
لكل الوقت. وفي الحالتين الحقيقه السيناريو صعب جدا، يعني فكره التباديل والتوافيق في موسم انت عندك فيه او في سنه، بتتكلم في تقريبا سنه وكام شهر، هتلعب فيه تصفيات كاس عالم، هتلعب فيه كاس عرب، هتلعب فيه دوره امم افريقيه، هتلعب فيه في نهايه الموسم كاس عالم، فامتى ممكن تعمل كل ده؟ هتكلم بالتفصيل مع حضراتكم على اختيارات المدير الفني وعلى الاسماء المطروحه وعلى السيناريو الاقرب لانه يحصل في الفتره اللي جايه، لانه في اسماء بالفعل قريبه جدا سواء كمدير فني او كاسماء طرحت في الجهاز المعاون، ونشوف جهاز مصر الفني بيشتغل ازاي وبيتم تكوينه ازاي. مهم جدا، لازم اهني الحقيقه اسطوره، وهي صغيره صحيح بس تستحق الحقيقه، هنا جوده طبعا بنت النادي الاهلي ولعبه التنس الطاوله اللي بتلعب في نفس التوقيت اللي احنا بنظهر فيه مع حضراتكم نهائي فردي السيدات في بطوله افريقيا امام مريم الهضيبي، واللي نجحت في التاهل بعد مباراه صعبه جدا جمعتها امام يسرى اشرف حلمي، فازت فيها مريم بنتيجه 4-2. هنا جوده بقى هنتكلم على بنت عندها 13 سنه، الحقيقه مسيره استثنائيه، انا بشوف الحقيقه واحده من البطلات المرشحات لانها تجيب ميداليه اولمبيه لمصر في باريس او حتى في لوس انجلوس بعد باريس. بنت عندها 13 سنه، عندها خبره كبيره جدا، وتاهلت بالفوز على مين؟ على دينا مشرف. دينا مشرف بالمناسبه بطلت افريقيا اعتقد 3 أو 4 مرات، فازت البنت بنتيجه 4-2 عشان توصل لنهائي بطوله افريقيا. اتكلم حضراتكم على بنت عندها 13 سنه، ودينا بالمناسبه اعتقد ايه 26 27 سنه، ففرق كبير جدا في الخبره وفرق كبير جدا في الانجازات وفرق كبير جدا في السن، ورغم كده الحقيقه هنا ابدعت وتالقت ووصلت للمباراه النهائيه. بنت عندها 13 سنه محتاجه اهتمام ورعايه بشكل كبير، وشايف فيها بطله ترفع اسم وعلم مصر في كتير من المحافل الدوليه، واهمها ميداليه اولمبيه باذن الله مضمونه. كمان عمر عصر الحقيقه كسب النهارده ابراهيم ادياو السنغالي بنتيجه 4-0 في مباراه الدور قبل النهائي في بطوله افريقيا الفردي الرجال، وتاهل للمباراه النهائيه هتتلعب كمان تقريبا 45 دقيقه، هيشارك او هيواجه فيها اللاعب النيجيري قادري ارونا في الساعه 6:45 زي ما قلت لحضراتكم. هندخل في التفاصيل ونروح لاهم عناوين حلقتنا النهارده. قرار من اتحاد الكره باستئناف النشاط الكروي بين الاهلي وطلائع الجيش في مباراه السوبر يوم 21. اتحاد الكره يوقع غرامات على حسام البدري قبل صرف الشرط الجزائي. مالاتاي سبور التركي يعلن التعاقد مع بواليا رسميا. ميرفي صلاح هو الخيار الانسب لتعويض رحيل امبابي عن باريس سان جيرمان. تغييرات جذريه على ملعب سانتياغو برنابيو. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ندخل في تفاصيل حلقتنا. ارجع بس واقول للي ما تابعش الحلقه من البدايه، ان شاء الله الموسم يتم استئنافه مره ثانيه بدايه من يوم 21 بلقاء السوبر اللي هيجمع بين الاهلي وطلائع الجيش، وبعده يتم استئناف مسابقه كاس مصر بدايه من يوم 25 وصولا للمباراه النهائيه يوم 19 قبل ما يرجع الدوري في نسخته الجديده ويبتدي ان شاء الله يوم 25. خليني اقول لحضراتكم بقى تفاصيل اخبار النهارده، وبدايه طبعا في حاله صدام شكلها مش لطيف الحقيقه، مش حلوه في حقنا الحقيقه، بالذات لما يبقى المدير الفني مصري، يعني افهم لما يبقى في قرار باقاله او استقاله، انهاء علاقه سميها تحت اي او حطها تحت اي مسمى، ويكون مدير فني اجنبي، يفترض انه يعني ممكن تحصل هنا. نرجع للعقد ونرجع للشروط ونرجع للبنود، ده شيء مفهوم ومنطقي في عالم الاحتراف، لكن بالنسبه لمدير فني وطني، مدير فني مع فكرة أنك بالتأكيد طبعا مدير فني محترف وفي عقد بيربط بينك وبين اتحاد الكرة، لكن بالنسبة للوطن بيتهيألي أن في شوية ناحية أخلاقية أو ناحية إحساس بأنك أنت في مهمة وطنية، عايز تكسب وعايز ويهمك اسمك ويهمك نجاح تجربتك مع منتخب مصر، لكن في النهاية أنت شايل اسم منتخب مصر ووراك 100 مليون، فبالتالي مفترض كان شكل إنهاء العلاقة يبقى ألطف من كده. في مقابل اصرار كابتن حسام البدري على ان هو يفعل بند الشرط الجزائي اللي بيديله الحق في انه ياخد تقريبا شهرين، بتكلم في 1,600,000 وشويه، وانا هرجع ل1,600,000 وشويه دي بعد شويه مع حضراتكم، بس اتحاد الكره او اللجنه الثلاثيه المكلفه باتحاد الكره قررت انها توقع مجموعه غرامات على كابتن حسام المدير الفني السابق لمنتخب مصر قبل ما تصرف له الشرط الجزائي اللي تم الاتفاق عليه بين الطرفين بعد اقالته. الغرامات دي
تعددت الاسباب، يعني في سبب منهم انه ظهر في بعض وسائل الاعلام دون الحصول على اذن من اتحاد الكوره، مره ثانيه او مخالفه ثانيه بتقول انه سافر خارج البلاد برضو بدون الحصول على اذن من اتحاد الكره، ودي كلها حاجات منصوص عليها في لائحه الجبليه. بعد قرار اتحاد الكره طبعا بقالت حسام بدري مفترض انه العقد بينص ان ليه راتب شهرين، يعني بتكلم في مليون تحديدا، مليون و650 الف جنيه، وده رقم كبير جدا. يعني اللي حط الرقم من البدايه الحقيقه واللي رفع السقف هتتعامل ازاي مع اللي جاي، كان محلي او كان اجنبي؟ الاجنبي مفهوم، لكن المحلي هل تتوقع انك انت تنزل بسقف التعاقد مع المدير الفني لمنتخب مصر برقم اقل من ده؟ رقم كان عليه علامه استفهام في فتره امتدت لسنتين، كان عدد تجمعات المنتخب وعدد مباريات المنتخب وعدد معسكرات المنتخب وعدد وديات المنتخب قد كده. يعني اللي فكر واللي خطط واللي تعاقد واللي حط البند واللي ادى واللي حدد الاجر على كان على اي اساس الحقيقه؟ علامه استفهام كبيره جدا 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 الحقيقه. نروح لنادي مالاتاي سبور طبعا التركي اللي اعلن النهارده بشكل رسمي انه تعاقد مع ولتر بواليا مهاجم النادي الاهلي رسميا قبل نهايه سوق الانتقالات في تركيا، المفترض انه اخر يوم بكره. دي طبعا من على الصفحه الرسميه لمالاتاي سبور التركي بيقولوا فيها انه تم، وطبعا ده ولتر بواليا اللي ظهر على في الصوره وهو بيمضي العقد، اعاره طبعا من النادي الاهلي، وقال انه النادي مالاتاي سبور قال ان احنا اتفقنا مع النادي الاهلي على انه مهاجمه ولتر بواليا اللي عنده 26 سنه ينتقل على سبيل الاعاره لمده موسم، مع وجود طبعا حق في الشراء وتفعيل عقد الشراء بشكل نهائي. بالمناسبه مالاتاي سبور نفكركم بيلعب فيه كريم حافظ، وبمناسبه الدوري التركي اقول لكم الخبر اللي قلته لحضراتكم من ايام في السادسه، وقلت لكم انه في طريقه للحدوث، النني قريب جدا، يعني هو النني في رجل اتحطت خلاص في جلاتا سراي بنسبه كبيره جدا جدا، قبل بكره ان شاء الله هيتاكد الخبر وهيتم انتقال النني لارسنال، ما عندوش اي مانع، وتم التواصل بين الناديين واصبح محمد النني في حكم المؤكد لاعبا في جلاتا سراي لمده للموسم القادم على الاقل. وطبعا انا بشوف ان ده في مصلحه النني، يعني اعتقد انه قضاء النني لوقت اكتر في الارسنال ما اعتقدش انه هيفيده ولا هيضيف لي باي شكل من الاشكال، تالق في الدوري التركي وفرصه ان هو يستعيد تالقه، يستعيد توهجه، يستعيد مستواه، لانه بالتاكيد مهما كان اسم النادي اللي بتلعب فيه كبير جدا، ما دمت مش بتشارك فانت بعيد تماما عن الصوره. من تركيا نروح للندن او لليفربول تحديدا، ونروح لتصريحات داني ميرفي الحقيقه اللي اتكلم على محمد صلاح النجم المصري، وقال انه ما فيش مشكله على الاطلاق انه النجم المصري محمد صلاح يبقى اللاعب الاعلى اجرا في فريق ليفربول الانجليزي، لكن الحقيقه تلميحاته او تصريحاته بتقول ان في الامور امور. بمعنى ايه؟ بيقول انه انا يعني هو وجه تحذير لاداره ليفربول انه انها ما تتسرعش في انها تعمل عقود طويله الاجل مع اللعيبه الكبار في الفريق، وادى مثال على ده بفيرجيل فان دايك مدافع الفريق الهولندي، اليسون حارس المرمى البرازيلي، الكسندر ارنولد، فابينيو وهندرسون ومحمد صلاح. وقال انه فيما يتعلق بقصه صلاح بالذات، قال انه من المؤكد ان في عدد كبير جدا من الانديه اللي حط عينيها على محمد صلاح، والميركاتو اللي حصل السنه دي بيقول انه فرصه صلاح في الرحيل في صفقه من العيار الثقيل كبيره جدا، خصوصا انه انت عندك ميسي اتحرك من البارسا، رونالدو اتحرك من اليوفي، امبابي في طريقه انه يتحرك لريال حتى لو ما حصلش ده في الموسم الحالي، فمن الوارد جدا انه يحصل في الموسم اللي بعد كده، فبالتالي هو شايف انه صلاح ممكن يكون البديل الافضل لمبابي في حاله رحيله عن بي اس جي وان هو يروح الريال، فمن الممكن انها تبقى صفقه خياليه تفيد بشكل كبير جدا ليفربول، لكنه اكد الحقيقه انه صلاح وفيرجيل فان دايك على وجه التحديد يعتبروا من الاسيتس او من الاصول المهمه جدا بالنسبه لفريق ليفربول. جايب لكم النهارده لقطه عشان تشوف بس احنا بنتكلم النهارده في منتخب في نص مشوار تصفيات ومدير فني بيمشي وفي حاله جدل واختلاف على مين يجي، محلي ولا مصري، ولو محلي يبقى حسام ولا يبقى ايهاب جلال ولا ممكن يبقى اسم ثالث، لا خلوه فينجادا، لا كلموا مارتن يول، يعني حاله الحيره اللي احنا عايشين فيها بقى لنا يومين. انا عايز اخد حضراتكم لناس بصه 30 سنه قدام، ناس بصه
لانها تكون فكره الرياده بجد. هاخد حضراتكم لملعب سانتياغو برنابيو، طبعا معقل ريال، واحد من اهم الملاعب في العالم كله، وحضراتكم عارفين انه الريال لعب الموسم اللي فات كله بره ملعب سانتياغو برنابيو، لانه كان في عمليه تطوير وتحديث للملعب ومدرجاته، مش بس عشان يعملوا ملعب في الالفيه الجديده يتم تطويره ويتم زياده الاستيعاب بتاعه، الاعداد اللي بيتم استيعابها في المدرجات، لا، الناس دي باصه في حته تانية خالص. الناس دي مبدئيا ضخت استثمارات قدرها قد ايه؟ 600 مليون يورو. الملعب ده اتصرف عليه 600 مليون يورو، يعني كان المبلغ ده كفيل بان هو يتهد ويتبني من اول وجديد. لكن الفكره بقى في عمليه التطوير ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا دي لقطات من التطوير بتاع البنيه التحتيه للملعب نفسه، لانه الناس دي مش بس بتفكر انها تخليه ملعب كوره، لا، هي بتفكر انها تعمل امبوريوم، بتفكر انها تعمل حاجه متعدده الاستخدامات، تبقى صحيح مهمه جدا او دورها وظيفتها الاساسيه انها تكون ملعب كوره، تكون استاد يستضيف عليه ريال مدريد ماتشاته، لكن كمان تكون واحده من اهم مصادر الدخل، وتقدر من خلالها ولاول مره طبعا في حفلات موسيقيه، في مؤتمرات، في حاجات كتير جدا، لكن كمان يكون معاها استضافه بقى لكل ماتشات الباسكت، كل ماتشات التنس، كل ماتشات الهاندبول، الحاجات اللي احنا كنا متعودين نشوفها في صالات مغطاه ولا يتجاوز تعداد مشاهديها او جمهورها 20,000، 25,000 على اقصى تقدير، 30,000 قول زي ما انت عايز، ممكن يتابعها 100,000 متفرج زي ما حضراتكم شايفين. نروح لبيليه، اسطوره كره القدم في العالم كله، طبعا نجم البرازيل، واحد من امهر لعيبه كره القدم في العالم، اللي يمكن اخباره الصحيه مش ولا بد، والحقيقه انه يمكن دخل المستشفى زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا دي لقطات لبيليه، كان دخل المستشفى، من المفترض انه كان يتم اجراء بعض الفحوصات والمسح الطبي او الكشف الطبي عليه، لكن الحقيقه تم حجزه، والاطباء شافوا انه حالته متدهوره جدا او حالته الصحيه متاخره جدا، وبالتالي تم حجزه لفتره يمكن امتدت لست ايام في المستشفى. ولغايه اللحظه دي لم يتم الكشف على الاسباب اللي ادت لاحتجاز بيليه اسطوره كره القدم، واللي عنده يمكن في اللحظه دي تم يمكن 80 سنه، لكن الدكاتره في مستشفى البرت اينشتاين في ساو باولو البرازيليه رفضوا تماما ان هم يكشفوا عن الاسباب اللي ادت لاحتجازه في المستشفى لغايه ما تم يعني الاطمئنان عليه. بيليه يبقى واحد من اساطير اللعبه الحقيقه، كنت معجب بميسي، كنت منحاز لمارادونا، كنت من انصار رونالدو، لكن يبقى بيليه واحد من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ كره القدم. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في السادسه. حتى ولو غابت لفتره تبقى ويبقى اسم منتخب نيجيريا واحد من القوى العظمى والتقليديه في كره القدم في القاره الافريقيه، وهي صاحبه انجازات الحقيقه مشرفه جدا، ومنتخب دايما بيملك لاعبين من العيار الثقيل. هيكون معانا كليمنس ويسترهوف، المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا، واللي ما يفتكروش واحد من اللي قادوا النصول الخضراء لتحقيق كتير من الانجازات، فوز ببطوله افريقيا 92 94، نسخه نيجيريا في كاس العالم المبهره 94، هيكون معانا من خلال السادسه في من خلال فيديو كونفرنس. طبعا بشكرك على وجودك معانا وبرحب بيك على شاشه النادي الاهلي. مستر ويسترهوف، هبدا معاك من قرعه بطوله امم افريقيا اللي يمكن اوقعت المنتخب المصري في مواجهه مبكره مع المنتخب النيجيري، ازاي بتشوف حظوظ الفريقين في التاهل عن مجموعتهم وقدرتهم على المنافسه على البطوله؟ ايجيبتس صلاح، مصر لديها منتخب قوي، لديها محمد صلاح. محمد صلاح لاعب خطير جدا، لا نستطيع، لا تستطيع مراقبة لاعبين مثل محمد صلاح. محمد صلاح لاعب قوي، فمنتخب مصر لاعب منتخب قوي جدا، وبالنسبة لنيجيريا أيضا فأنا أتوقع، لا أتوقع الكثير من منتخب نيجيريا الحالي. المدير الفني الحالي الألماني رور هو قادم منذ 4 سنوات، ولا أتوقع الكثير من المنتخب الحالي.
من وجهة نظرك فرص الفريقين في المنافسة على لقب البطولة الأفريقية أو تحقيق لقب البطولة الأفريقية سواء مصر أو نيجيريا، وإذا كان في فرق تانية أنت بترشحها شايف أنها عندها القدرة على التتويج؟ ما أرى الآن هو لدينا منتخبات قوية. أنا وضعت في التصنيف الأول الكاميرون لتفوز، ومن بعدها نيجيريا، ومن ثم مصر، موروكو، وأيضا المغرب وغانا. هذه ألجيريا، لدينا منتخبات كتونس والجزائر، فهذه الفرق قوية جدا، وهذه الفرق الثمانية هي التي ستكمل المشوار. في الفترة اللي توليت فيها المسؤولية حققت إنجازات كبيرة جدا مع منتخب نيجيريا، يعني بفتكر تحقيق لقب بطولة أفريقيا 92 94، عروض قوية جدا، ومشاركة في كأس العالم 94، وكان عند كتير من الأفارقة في التوقيت ده إحساس بقوة وقدرة المنتخب النيجيري. إيه اللي اتغير من الوقت ده، أو إيه الفارق بين الجيل ده والجيل اللي موجود دلوقتي؟ لا أعرف الآن ماذا حدث، فأنا أتابع المنتخب من فترة لفترة، والمنتخب يخسر مباريات كثيرة ويخسر من منتخبات أضعف بكثير من نيجيريا. لو كانت نيجيريا تلعب بشكل جدي في هذه المباريات وتلتزم بالأداء الفني ولما يقول المدير الفني، بالفعل ستستطيع أن تكون في مصاف المنتخبات في نيجيريا. بمناسبة كأس العالم 94، كان عندك أمل أو طموح بالنسخة وبالنجوم اللي كانوا موجودين معاك أنك تروح لأبعد من كده؟ كنت بتلعب وعندك قناعة أنه في فريق أفريقي أو على الأقل تقدير نيجيريا من خلال تجربتك معها قادرة أنها توصل مثلا لمباراة نهائية في كأس العالم؟ حسنا، كانت القرعة، كان معنا الأرجنتين في ملعب الماراكانا في البرازيل، وكان أيضا مع إيطاليا مع روبرتو باجيو، وخسرنا من هذين الفريقين باثنين لواحد، فكان الأمر صعبا، وفزنا على الجزائر بثلاث أهداف لصفر. والمباراة الثانية لأتذكر كانت ضد اليونان والدنمارك، لكن آخر مباراة كانت ضد إيطاليا، كانت إيطاليا يجب أن تفوز، كان الأمر صعبا علينا. حصلنا على ركلة جزاء في آخر الدقائق، لم أرى ما حدث، لكن تم التعادل بالفعل. كان لديهم باجيو، وباجيو هو من سدد الركلة الجزاء، وإذا كان لديك لاعب كباجيو فبالفعل تستطيع أن تفوز بأفضل من هذه النتيجة أيضا. لم يحالفنا الحظ لنتأهل أبعد من ذلك. إيه اللي ينقص الفرق في قارة أفريقيا عشان تكون موجودة في منافسة حقيقية على لقب كأس العالم؟ وهل شفت في فترة من الفترات جيل معين، دولة معينة تمتلك فريق كنت شايف أنه قادر على أنه يوصل لمدى أبعد في كأس العالم، لبطولة بحجم كأس العالم؟ حسنا، يجب أن تستعد جيدا لكأس العالم، الالتزام ثم الالتزام، يجب أن تتمرن بشكل قوي جدا، ويكون هناك جدية من الفرق الأفريقية. كما ذكرت بعض الفرق الأفريقية كالكاميرون وبوركينا فاسو، هذه فرق، والسنغال ونيجيريا ومصر، هذه منتخبات
قوية وكانت تستطيع في وقت ما أن تصل أبعد نقطة في كأس العالم. بالمناسبة خليني أكلمك بمناسبة الإعداد ثم الالتزام، يعني إيه استعداد لبطولة كوجهة نظرك كمدير فني في استعداد لبطولة وأنت بتتولى مسؤولية منتخب، يعني إيه برنامج استعداد لبطولة بحجم كأس العالم؟ يجب اولا الالتزام بالاوقات، ويجب اولا الالتزام بالمواعيد، يجب ان يتمرن الفريق ثلاث فترات يوميا، يجب على اللاعبين ان يتمرنوا في الساعه السادسه لياقه، في الساعه السابعه الافطار، تمرين صباحي وتمرين بعد الظهر، يجب على اللاعبين أن يتمرنوا كثيرا، ويجب أن ينظموا بين الوجبات وبين مواعيد التمرين والالتزام بها، وبعد فترة الظهيرة تتمرن مرة أخرى، لديك ثلاث فترات تمرين في اليوم، إذا التزمت ببرنامج كهذا فلن تخسر، إذا التزمت وأعددت نفسك بدنيا وذهنيا والتزمت بأوامر المدير الفني لكن بالحال الذي فيه نيجيريا الآن مع المدير الفني الحالي لن تصل إلى نقطة أبعد. ممكن أسألك مين الخمس فرق، في خمس فرق أفريقية هتتأهل عن قارة أفريقيا لكأس العالم، مين الخمس فرق الأقدر أو الأقوى اللي بتشوف حظوظهم أكبر في التأهل لكأس العالم من وجهة نظرك؟ معذرة السؤال مرة ثانية. السؤال عن الخمس فرق من المفترض ان هم يتأهلوا لكأس العالم عن القارة الأفريقية، مين الخمسة الأقدر أو الأقوى من وجهة نظر ويسترهوف في التأهل، في الحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم؟ Now. Yes. Now, yes. The last four will be Nigeria. حسنا، اعتقد نيجيريا ومصر وبوركينا فاسو والسنغال والمغرب. كان ليك تجربه اعتقد مستر ويسترهوف مع في مصر هنا مع فريق الاسماعيلي، يعني اهم ذكرياتك او اهم انطباعاتك اللي خدتها عن الكره المصريه اثناء التجربه دي؟ كانت فترة طيبة وكان لدي صديق مصري عرفني مصر بشكل جيد، وخصوصا حينما كنت مع نيجيريا وواجهت منتخب مصر، أنا تكلمت مع صديقي وبالفعل كان الأمر رائعا، فقد عرفت كثيرا عن مصر وعرفني الأوضاع كاملة في مصر في هذا الوقت، ماذا أفعل وماذا وهكذا أمور، فأعتقد كان وقتا طيبا لي في مصر. كليمنز ويسترهوف المدير الفني طبعا السابق لمنتخب نيجيريا، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. الحقيقة متفائل الراجل، متفائل بتأهل منتخب مصر، وده شيء الحقيقة نشكره عليه، وإحنا كمان متفائلين على فكرة. يعني إذا كنت بتسأل ممكن نتأهل كأس العالم؟ أكيد ممكن، هو السؤال اللي لازم يتسأل إزاي، وده السؤال الصعب للأسف، أعتقد إن مفيش حد بيملك إجابة عليه. في ناس بتجتهد، في ناس بتسعى، في ناس بتحقق، أهمها الأول إنها تعمل التوازنات او تمتص غضب الجمهور، لكن هل فعلا حد ممكن يقول لنا او يجاوب علينا خطتنا ايه ان احنا نوصل كاس العالم؟ اشك. فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. طيب احنا داخلين على مرحله اسمها مرحله انقاذ ما يمكن انقاذه، ليه؟ لانه الحقيقه عامل الوقت مش موجود، واي حد هيتولى المسؤوليه عشان يستكمل مشوار منتخب مصر في تصفيات كاس العالم هيجي ما عندوش رفاهية الوقت، يعني ما عندوش فكرة انه يدرس ويقرر ويتفرج ويتابع ويختار ويشتغل ويحط بصمة،
ده هيجي من الدار للنار، هيجي يخش على اربع ماتشات في خلال اقل من 60 يوم، ومطلوب منه طبعا يعني اعتقد اتحاد الكوره هدفه الاساسي انه يتصدر مجموعه، انا مش بتكلم تاهل دلوقتي، انا بتكلم خطوه اولى تتصدر مجموعتك. والحقيقه كمان ان المنتخب بيعاني، يعني احنا الماتشين اللي شفناهم، وما اعتقدش ان في حد منصف ممكن يقول انه كابتن حسام بدري هو السبب الوحيد في حاله المعاناه دي، لا في اسباب ثانيه كتير. الكلام كمان على مين اللي يجي، محلي ولا وطني مصري ولا نروح للاجنبي ونريح دماغنا، ولو اجنبي ممكن يبقى مين، ولو مصري ممكن يبقى مين، والاهم من ده كله طب هيشتغل ازاي؟ هنطرح ده كله مع حضراتكم، وبالتاكيد كمان هنتكلم على فرقتنا اللي ان شاء الله خلاص رسمي كده اول مباراه عندنا ان شاء الله طالع الجيش، سوبر بطوله جديده ان شاء الله تضاف لخزاين ودولاب بطولات النادي الاهلي. بيشرفنا النهارده كابتن عبد الله جلال، واحد من نجوم طبعا النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا فندم، منور الدنيا. الله يخليك. نسعد بيك دايما كابتن عبد الله. نسعد بيك دايما. نبدا بالمنتخب. لغز كبير، فترة صعبة الفترة الأخيرة، المعاناة يمكن حسيناها مش بس مع تصفيات كأس العالم، لكن حتى على الرغم من النتائج أو الأهداف اتحققت، يعني كابتن حسام البدري وصل بالمنتخب بطولة أمم أفريقيا، ونوعا ما نتائجه في التصفيات بتاعت كأس العالم مقبولة، إنك أنت تكسب على أرضك وتتعادل بره أرضك من ناحية النتائج كويس، لكن كان في شواهد كبيره جدا ومواقف كتيره جدا بتقول انه مرحله كابتن حسام كانت كلها معاناه. تتفق مع وجهه النظر ولا ليك وجهه نظر مختلفه؟ بص، هو مش يعني لا اتفاق ولا اختلاف، هي القصه كلها برضو مش عايزين نتكلم الفتره اللي فاتت، عايزين ان كان حصل لغط كبير ان في ناس مع كابتن حسام وفي ناس او الاغلبيه ضد كابتن حسام. يعني هو ممكن يكون على من ناحية الاداريه هو ظلم نفسه بنفسه الفترات اللي هو كان محتاج فيها ان هو يعمل تجمعات للمنتخب ويعمل حتى مشاركات دوليه في حدود معينه، هو اصر ان هو يدي راحه للاعيبه بتاعته. دي حاجه. الحاجه الثانيه، خلينا نتكلم ان النتائج زي ما حضرتك قلت في تصفيات اللي هي المؤهله لبطوله افريقيا هو نجح فيها بشكل كبير، ولكن الناس دايما كانت في الوقت ده بتنتقد الكابتن حسام ان انت الفرق كلها اللي معاك يعتبر مستوى، مع احترامي الكامل للمنتخبات اللي لعبت معاك في التصفيات بتاعت افريقيا او حتى المجموعه الحاليه في تصفيات كاس العالم، المستوى متدني الى حد ما. يعني انت المفروض كاسم منتخب مصر المفروض انت تكون راكب المجموعه من بدري، يعني بلغه الكوره ان انت تكون راكب المجموعه من بدري، لكن انت دخلت في حوار، يعني انت مثلا اول ماتشين في تصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا تعادلت مع كينيا على ملعبك وتعادلت مع جزر القمر هناك في ملعبه، فاصبح ان في كلام وفي كلام كتير محطوط على كابتن حسام البدري وعلى المنتخب بشكل عام في التوقيت ده. ضيف على كده ان انت في الوقت ده كمان بتدخل على تصفيات كاس العالم، اللي ما كنتش انت محطوط في مصاف الدول الكبيره، التصنيف الاول في افريقيا، ان انت محطوط ومرشح. انت مش اول في افريقيا؟ لا، انا بتكلم في ان انت في الوقت ده مرشح من ضمن الناس المرشحه ان انت تصعد في على المجموعه بتاعتك او راس المجموعه بتاعتك. تصدر المجموعه بتاعتك، يعني ان مصر من العشرة الكبار اللي هيوصلوا من ضمن ال10. ماشي، متفق معاك. العشرة الكبار دول، لكن لما تيجي النهارده تحط خمس، انا يعني لا خمس، لا لا لا، بناء على النتائج. لا لا لا، بناء على النتائج وعلى التصنيفات. لا، انت متاخر، انت في الوقت يعني ده متاخر. يعني اقصد اقول ان في النهايه انت او القائمين على الامور مدركين انه فرصه مصر في التاهل لكاس العالم صعبه، مش سهله، مش محسومه. صحيح، هو ما وبالتالي ده مطلوب منه مجهود مضاعف. هو الفتره الاخيره او النتائج الاخيره وبالذات الماتش الاخير اداء ونتيجه خلتك انت كمسؤول لازم اعيد التفكير في الطريقه اللي انا بتعامل بها مع المنتخب بتاعي او منتخب بلدي. يعني على اساس ان انت دلوقتي انا بتكلم، انا مفروض على الورق المجموعه بتاعتي احنا بنتكلم ان انا متصدر، فمتصدر ازاي؟ لازم اكسب بره وجوه عشان اثبت ان انا اقدر اكون من ضمن العشرة اللي هم هيلعبوا في التصفيات النهائيه اللي هي توصل لكاس العالم. ده ما اتحققش في الماتش الاخير، وبناء على الاداء اللي حصل سواء في الماتش انجولا وتكمله ليه في ماتش الجابون، انا كمسؤول لازم هقلق بلغه الكره كده، هقلق، هبقى عندي قلقان من ان لازم اكمل مع الجهاز ده
فبالطبيعي ان انا هبص على جهاز جديد. طيب نيجي للدايلاما اللي احنا عايشين فيها وهنعيش فيها غالبا برضو معانا، يعني اعتقد ان الموضوع في 24 بالكثير 48 ساعه هيتم حسمه محلي ولا اجنبي. يعني انا بقول لحضراتكم النهارده ممكن تسمعوا خبر او بكره بالكثير قوي هيتم حسم الملف ده. الناس كتير جدا شايفه انه الفتره دي المعطيات بتاعه المرحله دي الوقت انك انت عشان تروح تلعب ليبيا رايح جاي في 6 و10 اعتقد، يعني ب 6 اكتوبر و10 اكتوبر ليبيا رايح جاي، عشان تجيب مدير فني مفصول تماما عن المشهد، ما يعرفش مين كويس مين وحش مين بيعمل ايه فين، ويجي يلعب ماتشين زي دول كمان شهر، ما اعتقدش انها. هو بص انا اللي ملاحظه دلوقتي من ساعه خبر اقاله كابتن حسام البدري من تدريب المنتخب لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها في البرنامج اهو، بيتكلموا او زي ما تقول كده حد في يعني في الخاص بمنظومه اتحاد الكوره او ايا كان المسؤول عن الاختيار المدير الفني عباره عن ايه؟ انا بالونه برميها واللي هتجيب اعلى حاجه واعلى. انت سمعت بالونه ايه؟ يعني بالونه فينجادا. في بالونه فينجادا معلش مع احترامي الكامل لكل الاسامي اللي مطروحه دلوقتي على الساحه، المستر فينجادا، كابتن حسام حسن، كابتن ايهاب جلال وغيره. ايوه يعني كان في مدرب تقريبا في كلام على كوبر، يعني في كلام كوبر ان هم تواصلوا معاه بس هو قال لهم انا مرتبط بعقد مع كونغو الديمقراطيه، وفي ناس بتقول مارتن يول في كلام على باتشيكو، والنهارده الصبح برضو بفتح التلفزيون لقيت جاريدو دخل في البتاع وبيتمنى ان هو يدرب هيصه بقى. ما انا بقول لك هي بالونه، البالونه الاكبر اللي هتتنفخ وهتجيب ترند او هتجيب هاشتاج هي اللي هتطلع. طيب لا انا عايز اسيبك من البلالين، انا عايز اعرف انت شايف ايه الاصلح في الفتره دي؟ الاصلح ان انت لازم تتعاقد على وجه السرعه. تمام على وجه السرعه، بس ما نتكلمش في الاسماء المطروحه مع كامل احترامي للاسماء المطروحه. لو انت هتتكلم في مصري خالص، لو انت بتتكلم في مصر لازم يكون مدرب يحمل طابع المنتخب او كاريزما المنتخب او الروح العاليه بتاعه المنتخب. ترجم يا كابتن عبد الله. مش عايز اترجم اسامي عشان بس لا ما ترجم يعني لو هنتكلم كروح يعني معلش هنتكلم احنا مثلا بنتكلم انت عايز ايه بدايه من مدير فني المنتخب؟ يعني ايه المطلوب؟ عايز روح جديده عايز روح ابث روح جديده للاعيبه المنتخب، روح الوطنيه بالمقام الاول اللي هي كانت موجوده في الكابتن جوهري الله يرحمه وكانت موجوده في الثلاث مناسبات بتوع كابتن حسن شحاته. تمام ازاي احطها بقى في اللعيبه دي؟ لازم مدير فني. انت كده خدتنا للمصري، لانه يعني بيتهيألي حته الروح والوطنيه والعمل النفسي اللي انا بتكلم هو لو مدير فني محلي لو مدير فني محلي تمام يعني لو انت بتتكلم في مدير فني محلي مثلا ممكن بقول لك لو انت بتتكلم في الشخصيه اللي انا بكلمك عليها ممكن الكابتن حسام حسن ممكن ده تروح جماهيريا يعني جماهيريا انا ان كان ليا ان انا اترجم جماهيريا اعتقد انه جمهور الكره في مصر مش شايف غير حسام حسن وورا منه كابتن ايهاب جلال. ممكن يعني بس انا برشحش معلش مع احترامي الكامل لكابتن ايهاب جلال برضو لان برضو لو انت هتتكلم سيفيهات فانت مش هتتكلم على مدربين وطنيين لان اللي موجود دلوقتي كسيفيهات يعني يمكن اعلى حد ممكن يكون شارك على المستوى او عمل حاجه سيفي كويس يمكن الكابتن حسام حسن. انا مش قصه انا مش جاي هنا عشان اقول للكابتن حسام حسن. لعبت منتخبات يا كابتن عبد الله؟ لعبت منتخبات الحمد لله. لعيب الكوره جوه المنتخب وكل لعيب كوره جوه المنتخب نجم يعني اذا كانت لعيبه الاهلي والزمالك وانديه زي مثلا بيراميدز او عندهم الاحساس بان هم نجوم طبيعي جدا لما يبقى في توليفه منتخب هيبقى عندك لو قائمه 30 يبقى عندك 30 سوبر ستار اكيد ال 30 سوبر ستار اللي رايحين جوه المنتخب دول عايزين ايه او باصين ازاي لمدير فني المنتخب؟ هو دايما ويمكن مثلا انا يمكن بقولها على طول ما كانش المدير الفني دايما مقنع للعيبه اللي عنده مش لازم ال 30 لعيب على الاقل من ال 30 لعيب دول بتتكلم في اللي هم ال 20 لعيب اللي هم في الصوره تمام اللي ممكن اعتمد عليهم بشكل كبير جدا سواء في بطولات او في ماتشات دوليه مهمه توصلني للبطولات. ما كانش انا كمدير فني اقنع اللاعب بتاعي بالفكر بتاعي سواء بره الملعب او جوه الملعب اللاعب بتاعي مش هينفذ. اللاعب بتاعي مش هيلتفت ليا. والاقناع هنا جاي من حاجه بسيطه ممكن تحصل من لاعب الكوره جوه الملعب الا وهي ان المدير الفني بتاعي وهو واقف على الخط
او اي ايا كان من الجهاز الفني مدي الصلاحيه انه يدي تعليمات للعيبه، اول ما بينده عليا جوه الملعب من غير ما التفت له اعرف ان الندى بتاعه بتاع المدير الفني او المدرب اللي واقف على الخط ده بخصوص ايه؟ تعنيف ولا عشان بيديني تعليمات ولا بيلفت نظري لحاجه معينه او ممكن بيلفت نظري لحته تقاعس مني او تخاذل مني عشان بيصحي جوايا الحته اللي هي النفسيه اللي بيلعب عليها. وغالبا لو انا مدير فني قدرت العب على الحته النفسيه دي هقدر اوصله لابعد مدى ان هو يطور مستواه، يعني في لعيبه بتتطور مستواها وبترتاح نفسيا مع المنتخبات لكن ما بتاديش كويس مع الانديه والعكس. ودي هي جايه هنا من حته ان اللاعب بتاعي مقتنع في حته ان انا بمرتاح نفسيا مع المدير الفني بتاع المنتخب، ممكن يكون مرتاح نفسيا كمان مع منتخب بلده بالعموم، حته الوطنيه عنده او الدافع الوطني لاعلى درجاتها فبيعرف يطلع كل اللي ايه؟ كل اللي عنده. احنا بنتكلم على مدير فني محلي فانا بقول لك الارجح كسي في مثلا موجود دلوقتي على الساحه الكابتن حسام حسن، ممكن ترتب بعديه اي حد انت ممكن حتى ايه تحط الاسماء. ليه؟ لان انا بتكلم انا ككابتن حسام حسن الفتره الاخيره نجح مع النادي المصري ان هو يوصل لابعد مدى في بطوله افريقيا اللي انا بلعب فيها وبلعب في المنافسات بتاعتها وهوصل عن طريقها كاس العالم. أيوة. فممكن ارشح ان الكابتن حسام حسن هو يوصل لانه وصل مع المصري لابعد مدى ولعب في بطولات افريقيا زي الكونفدراليه كده ووصل لدور قبل النهائي وما حالفوش الحظ. فعنده الخلفيه بجانب ان هو الروح بتاعه ايام ما كان لعيب مع الكابتن جوهري الله يرحمه كان عنده دفعيه بشكل عالي جدا. هو لعب جوهري ولعب حسن شحات على فكره. ولعب كابتن حسن شحات بس انا بكلم الفتره بتاعه الكابتن جوهري بالذات كانت الاميز للكابتن حسن. طبعا من بداياته لنهايته. من بداياته لنهايته يعني من كاس عالم 90 لبوركينا فاسو 98 اعتقد. اما لو انت بتتكلم بقى في ان انت عايز تجيب مدير فني محلي يكون عارف بواطن الامور بتاعه اللعيبه المصريه وتدي له كل الصلاحيات فانت ممكن تتكلم مثلا او عايز عندك مشروع طيب لقدامي بقى كابتن ايهاب جلال بقى من بعده. طيب خليني اكمل في نفس النقطه دي وفكره كمان اصل انا برضو يعني هي مش بلالين اسماء بس ده في بلالين ثانيه من نوع ثاني. في بلالين بتقول لك انه يجي يلعب ماتشين ليبيا لغايه لما نفكر هنعمل ايه او مين يجي يكمل مشوار فيجي حد مرحله مؤقته المشي. هم بيتكلموا في ان الاقرب عايزين يمشوا نفسهم باي مدير فني وخلينا نتكلم في ان هم بيطرحوا اسم احنا كده في قبل ما نوصل ان شاء الله لو تاهلنا كاس عالم هيكون في خمس ست مديرين فنيين شاركوا في المشوار. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم على احتمالات كمان مدير فني اجنبي لانه في اسماء مطروحه وفي اسماء يعني خليني اقول لحضراتكم في اسماء تم التواصل معاها وانا كنت بتكلم على صعوبه ده من حيث التوقيت لانه اغلب المديرين الفنيين النهارده المحترمين او اللي شغالين او اللي تقدر تديهم مسؤوليه مشوار زي كاس عالم شغالين بالفعل فهتلجا لمين والجزء الثاني هيجي يعمل ايه وهو برده يعني احنا ما انت ممكن تجيب اعظم اسم في الدنيا يعني انت النهارده لو جبت جوارديولا ولا مورينيو مثلا يعني وده حلم طبعا مش هيحصل هيجي يعمل ايه في الشهرين دول هيجي يشتغل ازاي عنده الوقت عنده الامكانيات يقدر يبص ويتفرج خلينا نتكلم اكتر بالتفصيل مع كابتن عبد الله في السادسه بس بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. طيب بصراحة كده يعني كابتن عبد الله جلال جاب لنا من الآخر هو شايف إنه إذا كان مدرب وطني يبقى الأقدر حسام حسن يعني اتفق في الموضوع أنت عارف إنه ده في إجماع من جماهير الكرة عليه ومش عارف يعني لو اتحاد الكرة مثلا ارتقى عكس ده أو شايف إنه المصلحة إنه ما يكونش أساسا مدرب وطني يبقى مدرب أجنبي حالة التصادم مع الجماهير دي ممكن تكون نتيجتها إيه لكن خلينا نروح للسيناريو التاني. طيب سمعنا حتى الاسماء المديرين الفنيين الاجنبيين المطروحه كلهم كانوا موجود يعني كانوا موجودين قبل كده هكتور كوبر كان موجود قبل كده باتشيكو طبعا ما كانش مع المنتخب بس كان موجود قبل كده فينجادا هو المستشار الفني وكان موجود قبل كده حتى الاسماء اللي طرحت ما فيهاش حد ممكن تقول انه رهان جديد او فكره جديده او رؤيه جديده او حد عنده امكانيات احنا كلهم شفناهم يعني ما شفناش حد عمل حاجه عظيمه قوي. هو القصه كلها برضو يعني لو انت تتكلم برضو بفكره بره الصندوق او حد مثلا يكون درب في الدوري المصري ايا كان الاسم المطروح فدايما مع المدير اي مدير فني اجنبي ما تركزش على المدير الفني نفسه ركز على الجهاز اللي معاه دايما انا بقول النقطه دي ركز دايما على الجهاز اللي معاه لان العين واسيبه هو
لا مش هسيبه. طب هجيبه ليه؟ بس انا لا بكلمك بركز على المعايا ليه؟ لان الاختيارات دايما بيتدخل فيها بنسبه كبيره اللي مع المدير الفني. تمام. دي حاجه، الحاجه الثانيه خلينا نتكلم ايام جهاز مستر كوبر برضو، المشاكل اللي كانت بتحصل او كانت بتتسوى ساعتها مثلا قصه حسام غالي او كابتن حسام غالي مع كابتن حسام نبيه كان داخل فيها قصه اهلي وزمالك. فالرك عليها كان دايما في الاختيارات ساعتها بتتكلم اصل ده راح عشان خاطر هو في اهلي وزمالك جوه المنتخب يا كابتن عبد الله؟ والله كانت بتحصل. كانت بتحصل يعني كانت بتحصل يعني ما يعني كانت بتحصل بس قصه بقى بتيجي ساعه البطولات تحصل من الجهاز ولا تحصل من اللعيبه؟ يعني ولا بتحصل من الاثنين؟ يعني ساعات من الاثنين يعني الاغلب بتبقى من الاثنين ليه؟ انا كمدير فني معايا مثلا مدرب زملكاوي او مدرب اهلاوي فتلاقي مثلا اغلب اللي هو بتاع الفريق المنافس اللعيبه بتاعته تيجي تقول لك ايه والله انت جاي عشان خاطر ايه المدير ده او المدرب ده اهلاوي انت بتلعب عشان خاطر العقليه دي موجوده جوه العقليه دي موجوده العقليه دي موجوده يعني الواحد شافها بعينيه في المنتخبات سواء ناشئين او او شباب بيبقى ده جاي عشان خاطر الاهلي ده جاي اصلي واخد مثلا 10 لعيبه من الاهلي عشان خاطر المدير الفني من من الاهلي ودي حصلت يعني اغلبها كانت معايا في منتخب الناشئين كان مدير فني الكابتن خالد عبد الله وكان حصل مشكله بسبب كده يعني وهو الراجل يعني ليه الفضل علينا يعني كلنا يعني واحد من افضل المدربين من افضل الحقيقة. المدربين اللي اتعاملت معاه الصراحه في المنتخبات يعني بس لا راجل عنده خبره وعنده مشوار محترم يعني وراجل كلنا الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في قصه المنتخبات دي كابتن خالد عبد الله انا اتمنى اشوف حد زي كابتن خالد عبد الله يعني مع منتخبات مصر من الناس اللي بتعرف تشتغل منتخبات وبتعرف تدي روح للاعيب المنتخب وشغل فني على اعلى مستوى الصراحه ايوه هو انت ممكن تحط مع الاسئله كلها بنسالها ليه حد اسم وقيمه ومشوار وامكانيات ومقاومات زي خالد عبد الله ما تبقاش موجوده مع منتخب مصر؟ ده سؤال طبيعي جدا ومشروع جدا ومطروح جدا على فكره. فهنرجع لمرجوعنا ان القصة ان المدير الفني يكون موجود معاه لازم دايما بدور على الحد اللي يعلم يعني حته المصلحه الوطنيه او المصلحه بتاعت المنتخب قبل اي حاجه قبل اي اهلي وزمالك فدي لازم تدور عليها. دي ممكن يعني لازم مدير فني اجنبي يعمل ايه دلوقتي؟ يقدر يعمل حاجه دلوقتي؟ يعني اتكلم على الوقت بقى يقدر. يعني يقدر بس تدي له المساحه لان انت بقى خلينا نتكلم احنا دلوقتي هو لسه الجدول محطوط دلوقتي انت بتتكلم في السوبر يوم 21 25 16 29 8 لغايه ما هتبدا الدوري يوم 25 طب انت انهي مدير فني هيجي قبل الماتش بتاع او قبل الماتش بتاع ليبيا الاولاني مثلا ب 48 ساعه او 72 ساعه هيقدر يعمل حاجه هو حتى لو جه واتفرج هيتفرج على عناصر ايوه يعني ملوش لازمه يعني انا متفق يعني مدير فني اجنبي دلوقتي لو انت هتتكلم خلاص معلش لا ليس له فائده واضحه ومباشره لا هيجي مش هيعمل حاجه مش هيعمل حاجه هنجيب اسم بس مش هيعمل حاجه انت بالعكس انت هتلاقي الموجه عليت اكتر يعني هتلاقي الموجه والانتقادات زادت اكتر من قصه ان انت شلت الكابتن حسام البتر بتجيبني بتصدر هتصدر لنفسك الازمات بس انهي مدير فني معلش انهي مدير فني هيقبل ان هو يشتغل بشكل مؤقت ده اللي انا بكلمك فيه ان انت اللي هيجي لازم يكون بنجاده ممكن قابل. يقبل ان هو يشتغل ممكن بشكل يقبل. مؤقت ممكن يقبل ممكن يقبل وشايف حل المؤقت بس هل ده الفكر هل الفكر بتاع مستر بنجاده في خلال ان هو مثلا معلش انا يعني بسريعا كده كان في وقت من الاوقات من فتره قريبه الهلال السعودي كان بيدور على مدير فني بديل للمدير الفني اللي قبل ده يعني على طول فكانوا طرحوا فكره ان كابتن سامي الجابر هو اللي يجي يمسك مدير فني رد عليهم في تويته صغيره قال لهم نادي الهلال ده نادي كبير انا بقالي 3 سنين قاعد في البيت بمعنى اصح انا قاعد في التكييف ومريح نادي الهلال نادي كبير فمحتاج ان حد يكون في استمراريه في حته الايه التدريب فقصه التدريب برضو زي احنا لسه بنتكلم ومن وقت قريب كان كابتن عادل مصطفى في احد البرامج في قناه النادي الاهلي هنا كان بيتكلم حته ان التدريب دي ما تقدرش ان انت تقعد فتره طويله ما تحاولش ان انت تطول في حته قعده البيت دي لان برضو دي لازم استمراريه زي السواقه كده وزي اي حاجه لازم فيها استمراريه لو انت قعدت في البيت انت بتتكلم في 4 سنين قاعد في البيت فالفكر بتاعك داخل في قصه ثانيه بس ايوه وبنجدة يمكن اخر حاجه اشتغلها في مصر كانت منتخب اولمبي اتذكر 2004 انت بتتكلم في 2008
انا كنت معاه في 2008 ومساعد حتى اللي معاه دلوقتي حاليا هو مستر ارنولد او ارنالدو حاجه زي كده، كان هو برضو المدرب العام معاه. هو 2008 كان راح الاردن متهيألي كابتن عبد الله. 2008 بقى ما صعدناش، كنا ما صعدناش اولمبياد، خسرنا من كوت ديفوار هناك في كوت ديفوار 2-1 تقريبا، وخسرنا بمجموع الماتشين. وفي كلام انه احتمال مستر فينجادا هو اللي يرشح، يعني عمليه الاختيار تبقى طبقا لرؤيه مستر فينجادا. هو هيمسك مؤقت الماتشين بتوع ليبيا ويعدي بيهم، وبعد كده يكون اتحاد الكوره مجهز سيناريو او مشروع ان هو يتعاقد مع مدير فني يشيل الليله بقى لغايه ما يصعد ان شاء الله كاس العالم بقى. طيب. وفيما بعد البطولات الثانيه ده بقى حاجه كويسه. طيب اقفل المنتخب بس بسؤال عن لاعيبه المنتخب، لان انا كنت بقول في المقدمه كابتن حسام بدري يتحمل مسؤوليه يعني تراجع اداء منتخب مصر او الصوره الباهته لمنتخب مصر اللي ظهرت سواء في تصفيات افريقيا او تصفيات كاس عالم، لكنه بالتاكيد ما يتحملش المسؤوليه لوحده. وهنا سؤالي عن اللعيبه. مروا موسمين صعبين جدا وخصوصا لعيبه النادي الاهلي، لكن هل شايف ان القماشه اللي موجوده مع كابتن حسام تتحمل جزء، اسماء اللعيبه اللي موجوده تتحمل جزء عن الصوره اللي ظهر بها المنتخب في مشوار التصفيات كاس عالم وامم افريقيا؟ القماشه اللي موجوده دي كويسه جدا، انت بتتكلم في افضل 20 ولا 30 لعيب موجود في مصر. يعني حتى انت مثلا لما حصل الاصابه بتاعت اكرم توفيق ورمضان صبحي، انت استدعيت برضو اثنين لعيبه بيلعبوا في بيراميدز، فمشاركين الموسمين اللي فاتوا في كونفدراليه، يعني مشاركين في ماتشات افريقيه عاليه دول على مستوى عالي تحديدا، كانوا علامه استفهام كبيره جدا في الماتش. انت مستدعيهم، القصه كلها ان انت بص، هو ده الدروب او الدروبات اللي احنا يعني كاتحاد كوره او كابتن حسام البدري وقع نفسه فيها، ان انت واخد 20 لعيب افضل 20 لعيب، لكن مش حاطط في دماغك ان ممكن يحصل سيناريوهات. ايوه دي حته بقى الايه، التركيز اللي انت مثلا او لازم تكون مستعد له كمدير فني او كجهاز فني لسيناريو ممكن يحصل معاك. يعني انت مثلا واخد معاك 20 لعيب او 25 لعيب، وقع منك الباك رايت او المركز الاساسي بتاعك. خلاص فين البديل بتاعه؟ على الاقل لازم يكون البديل بتاعه جوه المنتخب، لكن ما اجيبش واحد زي ما بقول كده كان في شرم الشيخ بيتفسح واجي العبه في ماتش. طيب اقفل صفحه المنتخب، يعني كل التوفيق. انا اتمنى الحقيقه، يعني ان كان ليا ان انا اقول رايي الشخصي، اتمنى انه يبقى مدير فني وطني، يعني شايف انه هيكون عنده القدره اكتر على انه يقيم لاعيبته ويشوف مستواهم، عارف طريقتهم وعارف امكانياتهم، فيبقى سهل توظيفهم. حته الروح اللي اتكلم عليها كابتن عبد الله مهمه جدا مع المصريين، وبشوف انها حتى لو على المستوى الفني والبدني في ممكن يبقى تراجع، الناحيه النفسيه مع اللاعب المصري بتفرق كتير جدا. ونبص لتاريخنا، يعني بص انجازاتنا اللي حققناها، هتلاقي انه كابتن جوهري الله يرحمه، كابتن حسن شحاته ربنا يديله طولة العمر، هم دول النقاط المضيئه في تاريخ المنتخبات المصريه. طب نروح للاهلي بقى شويه، وخليني اسمع رايك طبعا في موسم على وشك الانطلاق، هيبتدي بمباراه طلائع الجيش، ابتدي بالصفقات، رايك في صفقات النادي الاهلي، وما تبقاش دبلوماسي، عايز انت كلاعب كوره في اسماء معينه انت مستنيها السنه الجايه مع النادي الاهلي، مستني منها حاجه معينه، مستني منها يعني هم نمره واحد واثنين وثلاثه بالنسبه لك. بص فنيا هم كلهم الحقيقه على المستوى الفني لا كلهم كويسين، كلهم جداً. كويسين جداً. طبعا طبعا يعني انا عايز اقول لك ان بهني لجنه التخطيط او بهني المسؤولين في اداره النادي الاهلي على الصفقات دي كلها. اتمنى ان هم يكونوا عند حسن الظن لجماهير النادي الاهلي اللي مستنيين منهم كتير إن شاء الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه المستوى الفني، انا بتكلم حتى فنيا، خلينا نتكلم في اثنين انا مستني منهم كتير جدا، بيرستا وميكسوميني. ليه؟ دول يعني يمكن انا ده رايي انا الشخصي او الفن الشخصي، النادي الاهلي كان مفتقد كتير في حته ان انت يبقى عندك وينجين يشتغلوا فردي كتير، تجي لهم الكوره اسحب الفرقه بتاعتي واشتغل فردي. يعني دول يمكن مميزين جدا في الحته دي. وتاو انا اتفرجت عليه في ماتش جنوب افريقيا، يعني الراجل الحقيقه انا كنت متخيل انه ابعد من كده، يعني حتى كنا لسه بنقول لحضراتكم في السادسه انه مستر موسيماني تحديدا لسوني وتاو
حاطط برنامج اعداد وتاهيل ليهم عشان يرجعوا فورمه، لان هم بقى لهم كتير يعني ما بيلعبوش. لكن مشاركه تاو مع منتخب جنوب افريقيا بتقول انه مش بعيد، لا ده ده قريب جدا. هو كويس، وحتى جيب احرز هدف واتلغى اوف سايد بالظبط. دول اللي انا مستني منهم. ليه؟ انا مش تقليلا من اي حد بيلعب في المراكز بتاعتهم، الناس تعبت واجتهدت وعملت اللي عليها، ولكن كان اللعب كلاسيكي الى ابعد حد، لعب روتيني. يعني ممكن مثلا 90% مثلا ممكن نقول 80% من رتم الماتش كلاسيكي او روتيني، وممكن 20%. لا انا عايز اعكس. يعني يمكن كان في ميزه في الكابتن بركات ايام ما كنا بنلعب معاه الحمد لله في الجيل الذهبي، كان عنده ميزه حلوه قوي، ممكن زي ما بقول كده كلاسيكي بس في الكور بيشغل مخه قوي، اللي هو ممكن اسحب الفرقه بتاعتي لابعد مدى في الملعب بتاع الخصم، واقف وما اعملش اي حاجه بحيث ان الفرقه بتاعتي تطلع وتاخد نفسها، وابدا العب واشتغل التكتيك اللي قال عليه المدير الفني. دي اللي كان نفسي اشوفها في اللعيبه اللي كانت بتلعب في الاماكن دي، مكان حسين الشحات مثلا او طاهر معن طاهر. كان نفسي برضو في الوقت اللي يكون فيه اجهاد للعيبه بتاعت الفريق وضغط الماتشات، كان لازم اشوف في العقل المدبر زي ما بيقولوا كده، او البديل زي ما بيقولوا كده. كان في الوقت ده كان زي حسام غالي، تعرف تتحكم في رتم الماتش، يبقى في باصات كده مميزه، في اللي هو مثلا 10 20 باص كده مميز اتعب الفرقه اللي قدامي. دايما كان في حاجه برضو، معلش سريعا عشان ما اطولش، كابتن حسام البدري في حته كده، ويمكن احنا برضو بنسمعها برضو حتى كان مع المنتخب بيعملها او بيقولها، كان يقف على الخط واللعيبه كانت بتزهق منها من كتر ما هو بينده بيها، باص 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 باص، خلي الكره هي اللي ايه هي اللي تمشي. التمريرات الكتير حتى وانت مجهد انت ما بتتعبش فيها، بس هي دي كانت ناقصه. وانا اتمنى ان من الصفقات الجديده اشوفها بمستوى اعلى من اللي انا شفته حتى مع المنتخبات، واعلى من اللي احنا شفناه حتى في الفيديوهات بتاعتهم. اخر الصفقات مصطفى البدري. مصطفى البدري هو ابننا يعني بالمناسبه. اكيد يعني انا عارف والله يعني من قطاع الناشئين. انا يعني الواحد يعني بيشكر الناس اللي زي كده، ان هو يكون ليه انتمائه الخالص للنادي الاهلي بعيد عن الاحترافيه. يعني الاحترافيه هو انا يعني من الناس الكويسه اللي طبقت الاحترافيه بشكل هو الاهلي باصص له على انه صفقه مستقبل. اكيد. وزي كتير من الصفقات يعني من الصفقات اللي الاهلي بص لها برده نفس النظره دي، لعيب زي عمار، لعيب زي محمد شريف، لعيب زي احمد عبد القادر. والنهارده الاهلي بيستثمر استثمار رياضي احترافي كويس جدا. يعني قصه زي ما حضرتك قلت كده، عمار حمدي واحمد عبد القادر، وادي كمان مصطفى البدري، دي حاجه كويسه. واللي انت طلعته كمان شادي رضوان وفهد جمعه، كل ده اسمه استثمار رياضي. مش لازم الاستثمار الرياضي دايما تبقى حته بيع وشراء، لا. زي انا مثلا دلوقتي مش عايز اشبه تشبيه كويس برضو، عندي مزرعه سمك هربي فيها نوع معين لغايه ما يوصل عندي سن معين، هاخده يا اما هبيعه يا اما انا هستفاد بيه ليا انا. أي. فهي حته الاستثمار جايه من كده. انا الاهلي عنده مشاريع كتير زي مصطفى البدري وفهد جمعه وشادي رضوان واللعيبه المميزه مصطفى شوبير برضه. احمد سيد غريب تقريبا في احمد سيد غريب بيقولوا عليه بس هو محطوط في القايمه برضه. بس دي حاجه وفي تقريبا في اثنين لعيبه تقريبا على ما اتذكر يعني. اتفرجت على فهد في تشيك؟ اتفرجت على فهد جمعه؟ اتفرجت عليه ماتش ودي تقريبا. كان قدام البلاستيك او مصر تقريبا حاجه زي. كان لعيب كويس، لعيب كويس الصراحه يعني. وفي لعيب برضو وكان المفروض ان هو طالع مع الثلاثي بتاع التشيك، بس يعني حصل لاسباب كتير. بس هو مطلوب من انديه في مصر هنا. انا بكلمك في ان انت الاستثمار ده في حد ذاته انا ببني فيما بعد. بختصر على نفسي يعني زي ما بيقولوا كده، اقتصاديا وفنيا بقى. يعني انا دلوقتي ربيت اللعيبه بتاعتي من سن صغير، هتكتسب خبرات في وقت قليل، وهتعلى على المستوى البدني برضو والاحتكاك في وقت قليل، سنه سنتين ثلاثه، زي احمد عبد القادر كده وزي عمار حمدي هيعلى، وزي محمد شريف. انا بقى هختار احتياجاتي ايه وارجع. فهي القصه في كده، دي بتاثر عليا في ان انا بعد كده لما اجي اجيب الصفقات اللي هي العاليه او اللي ادفع فيها الفلوس بفعلا ابقى دافع فيها فلوس. لا هي الحقيقه موضوع مكاسبه كتير جدا على كل للاطراف كلها، سواء للاعب اللي بدل ما يقعد
وبيبقى بيدور على فرصه وتبقى مشاركاته قليله، عنده فرصه انه يشارك ويطور من نفسه للنادي اللي بيستفيد من موهبه ويعني ماده خام للاعيب كويس فيضمه لصفوف، والاهلي اللي بيجهز عناصر تنفعه في المستقبل، وبرده ما فيش منع من يبقى ناحيه اقتصاديه تستفيد ماديا وتحسن بعلاقاتك بالانديه اللي ممكن في يوم من الايام تبقى محتاج انك انت تعمل معاهم صفقات. الاهلي الموسم الاخير ده تقريبا يعني بتتكلم 70 جول في الدوري، وبتتكلم تقريبا على اكتر من 30 جول في باقي البطولات، فبتتكلم على موسم الاهلي حط فيه 100 جول، ويعتبر الفريق الاقوى هجوميا على مستوى قاره افريقيا وعلى يعني ما تشوف ارقامه في دوري ابطال هو اقوى فريق هجوميا، ولما تشوف ارقامه في الدوري المحلي هو اقوى فريق هجوميا. ومع ذلك يعني هي كل الصفقات، انا كنت اقول لك 90% كل الصفقات الاهلي باستثناء كريم فؤاد شويه، مع انه اللاعب انا بشوف عنده قدرات هجوميه كويسه جدا، بس يعني باستثناء كريم فؤاد كلها صفقات هجوميه، وكان الاهلي يعني داخل هجوم كاسح. لا يا القصه كلها هيبقى ضرب نار. انت بتتكلم في الحته دي في اوضه اللبس كمان، دي خلي بالك هي مش قصه اوضه اللبس. بص على فكره الروح التنافسيه دي مطلوبه، ايوه اي فريق بطل، اي فريق بطل لازم يبقى عنده الروح التنافسيه دي. خلينا ندي مثلا بره شويه، باريس سان جيرمان جايب مين السنه دي؟ يعني هتلاقي في كل مركز في اتنين واتنين تقال. ايوه يعني مثلا انا بتتكلم مثلا في حراسه المرمى دوناروما عندك في سيرجيو راموس، كيمبيمبي، ماركينيوس. ادي ثلاثه هم الاثنين، في اتنين فيهم بس هيلعبوا. أيوه. واحد فيهم هيقعد. أيوه. عندك مثلا في نص الملعب كتير. ايوه يعني في لعيبه شابه طالعه المدير الفني نفسه مديها. أيوه. فرصتها وبتلعب على ناس كبيره. أيوه. عندك المربع اللي قدام عندك ايكارديو وميسي وبالتالي احنا خلينا نرجع في مرجوعنا النادي الاهلي، ان انت التنافسيه دي في حد ذاتها دي حاجه كويسه مش حاجه طبعا وحشة. طبعا طبعا اكيد الاهلي الحمد لله عنده منظومه الكل بيمشي عليها، ما عندناش اوضه لبس اللي هو بيحصل فيها التناحر وده بيتكلم على ده وده لا لا بالعكس انا شايف انه الصفقات دي مش بس هتفيد الفرقه وهتبقى تفيد مستر موسيماني المدير الفني، لكن هتفيد السكواد بتاعه الاهلي، لانه بالتاكيد انت لما يكون جنبك بينافسك في نفس المركز لعيب معيار تقيل ده هيخليك يعني هيستمتع بطاقتك وتطلع هيحصل في تنافس في التمرين. طيب كابتن عبد الله ناخدك كده شويه لقطات وصور كده ونشوف بتفكرك بايه ونسمع تعليقك عليهم. طبعا اليابان دي 2006 دي طبعا مركز ده كاس عالم برونزيه الاولى في تاريخ الاهلي، البرونزيه الاولى 2006. أيوة. ذكرياتك ايه كابتن عبد الله عن اول مشاركه او اول ميداليه حققها الاهلي في كاس العالم؟ يعني هو ذكرياتي زي ما قلت الحلقه اللي فاتت كانت اول يعني مقابله ليا بشكل فعلي مع كابتن الخطيب، واتمرنت معاه تمرينه. أيوة. كويسه جدا. طبعا انا حكيت كواليسها. أيوة. يعني دي حاجة. الحاجة التانية ختمت معانا الحمد لله بحاجة كويسة، حققنا مركز ثالث في البطولة دي، بالرغم ان احنا المباراة اللي قبلها كنا بنلعب انترناسيونالي البرازيلي. ايوه ومستر مانو جوزيه كان نفسه ان احنا نكسب الماتش الفرقة دي حتى يعني تلعب على لسانه. كان على لسانه حاجة واحدة بس، صدق ان انت ممكن توصل. صدق ان انت لعيب زيك زي اللعيب اللي بيلعب قدامك. الاهلي السنة دي قادر يروح لأبعد من البرونزية؟ ممكن. لو حقق البطوله باذن الله انا بقول لك الاهلي هيوصل لابعد من البرونزيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب نروح للصوره الثانيه، دي منتخب الناشئين، منتخب مصر الناشئين. منتخب الشباب، عبد الله السعيد، محمود سمير، احمد مجدي، علاء كمال، حماده مجدي، محمد محمود ننو، وليد فيصل، شايف لسه في تواصل يا كابتن عبد الله؟ انا تواصل على بعض من بعض اللعيبه يعني. شويه علاء كمال، احمد مجدي، محمد محمود ننو لسه مكلمهم قريب. أيوه. اسبوع يعني بغيب كده بكلم كشر ليه كده يا كابتن عبد الله؟ لا انا دايما على طول في رسمي يعني. دايما في اي حاجه فيها جديات يعني. انا تركيزي كده في نروح للصوره اللي بعدها. نغير ده برضو، كنا مع دكتور محمد علي الله يرحمه، كنا قبل سفريه اسبانيا. الراجل ده ما خدش حقه على فكره دكتور محمد علي، يعني هو ما يعني الله يرحمه يعني في اخر ايامه كان مصر جدا ان هو يسافر معانا. كنا في تصفيات بطوله افريقيا للشباب
وكنا رايحين نلعب زامبيا هناك في زامبيا، وهو كان راجع من عمليه كانسر. أيوة. كان راجع من المانيا ورجع لنا واصر مخصوص ان هو يسافر معانا، وكان اصلا دكاتره منعاه من مزاوله النشاط نفسه. أيوة. بس هو برضو اصر، ويعني حصل ظروف ان احنا اتغلبنا في الماتش ده. أيوة. واحنا راجعين بقى بدا يتعب جدا في المطار، لدرجه ان احنا والمدلك والدكتور كنا بنسنده جامد بقى واحنا طالعين الطياره. الله يرحمه يعني. طيب نروح للصوره الثانيه، دي بطولة افريقيا. كابتن حسام اهو. كابتن حسام كان عايز الكاس، مش عايز يخلي حد يتصور بيه يعني. دون الكاس ده بتاعي. شادي طبعا احمد السيد. فخدناه هناك في الصفاقس يعني، وطفوا النور زي ما انتم شايفين ورا كده. طبعا هيسيبوا لكم النور منور. غير بقى الضرب والازاز اللي حصل وقت الهدف نفسه، وغير الكواليس اللي قبل الماتش. عايز اقول لك نفس السيناريو اللي حصل في ماتش الترجي اللي الاهلي خسر فيه قريب 2018. هو نفس السيناريو اللي حصل معانا مع الصفاقس في الصفاقس. قبل الماتش ضرب علينا برضو طوب، وبعد الماتش ضرب، انا عايز اقول لك طوب قد كده نفس الحجم ده كده على الازاز بتاع ابو تريكه، والحمد لله ان هو يعني تعور تعوره خفيفه يعني في الوقت ده، وحصل يعني الحمد لله عدت على خير يعني، كنا كسبانين الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يعني نستاهل يعني عدت تستاهل. هم بقى بداوا السيناريو مع هشام محمد قبل الماتش يعني. نورت الدنيا يا كابتن عبد الله، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. الله يخليك. نشكر حضراتكم طبعا على متابعتنا النهارده، ونتقابل ان شاء الله بقى، هنقابلكم بدايه مع بدايه اسبوع جديد بقى. تحياتي لكل الاهلاويه، ونشوف حضراتكم على خير ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل مع بدايه الاسبوع اللي جاي.